مرحبا طلاب الأعزاء، اليوم راح نتعلم عن الألوان الأساسية أو الأولية، واللي هن منهم نقدر نطلع كل الألوان الموجودة بالعالم. الألوان الأساسية هن الأصفر، الأحمر، الأزرق. راح نرسم مع بعض سمكة وراح نتعلم كيف ندمج الألوان. بالبداية منجيب ورقة فاضية وبقلم رصاص نبدأ نرسم السمكة. نبدأ نرسم دائرة كبيرة بقلب الورقة، ونرسم العيون دائرة كبيرة ودائرة أصغر، والتم نقدر نرسم نص دائرة من فوق ونص دائرة من تحت، ديل السمكة، خط مايل لفوق، خط مستقيم مايل لتحت، ومنمد الخط بيناتهم بشبه شكل المثلث، ونرسم ثلاث دوائر. بدنا نقسم المناطق حتى نقدر ندهن وندمج ثلاث الألوان، فمنمد ثلاث خطوط حتى يكون عندنا ثلاث مناطق. نبدأ ندمج باللون الأحمر، فبنعمل باللون الأحمر بداية المنطقة الأولى، وبعدين لون الأصفر جانب الخط الثاني. بنخلي شوية فراغ بيناتهم حتى نقدر ندمج شوي شوي الأصفر مع الأحمر حتى ينتج عنا لون البرتقالي. بالمنطقة الثانية راح ندهن، نبدأ باللون الأصفر وبعدين اللون الأزرق، وبناتهن راح ندمج حتى ينتج عنا اللون الأخضر. بالمنطقة الأخيرة راح ندمج لون الأزرق مع لون الأحمر حتى ينتج عنا بالنص لون الليلكة، راح يكون ليلك غامق. باقي الرسمة انتو ادهنوها كيف بتحبوا. وهيك تعلمنا كيف ندمج الألوان. لما ندمج أصفر وأحمر بينتج عنا اللون البرتقالي، لما ندمج أزرق وأصفر بينتج عنا اللون الأخضر، لما ندمج الأحمر والأزرق بينتج عنا اللون الليلكي. بتمنى تكونوا حبيت الفعالية.